طريقه ومساره. تبدأ الآن الوحدات بضرب. الهندسة بتنفيذ تحرك. المشهد مقرب لهذه المدرعات وهي بعد أن تم الكمين لها من قبل وحدة الهندسة وأبطال تتنافى مع عاداتنا وأخلاقنا وكذلك المدرعات من قادة وأفراد. يظهر الآن ومشاهد كبيرة لأعداد قدرت بالآلاف. كان عدد هؤلاء الأسرى الذين أسروا أكثر من 2000 أسير الذين تم أسر. الآن سيتسلم هؤلاء لأب يا ربي لك الحمد هذا بفضل ربي هذا من الأسرى أنفسهم بعض الذين قاموا بتسليم أنفسهم.